أخي الكريم، أختي الكريمة، سأذكر لكم اليوم شعورا هو من أحلى مشاعر الصلاة، إنه شعور الحياء. أي والله، إن بعض الناس قد رزق قلبا معمورا بهذا الشعور، فهذا له حياة أخرى في صلاته تختلف عن صلاة غيره. هناك فائدة عظيمة للحياة أصلا. اعلم أن ربنا يعامل الذي يستحي منه بتعامل يختلف عن الذي لا يستحي من الله. يقول ابن القيم: هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة، يعني من كبائر الذنوب، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف واستعظام المعصية ما يلحقها بالصغائر، تصبح صغيرة، وقد يقترن بالصغيرة العكس، قد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف من الله والاستهانة بها، استهانة المعصية، قال: ما يلحقها بالكبائر، بل يجعلها في أعلى رتب الكبائر. وهذا أمر مرجعه إلى القلب. انتهى كلامه رحمه. زاد حياؤك، الله عز وجل يتعامل معك بتعامل آخر.